مرحبا أصدقائي متابعين قناة العربية للشطرنج، كيف الحال؟ إن شاء الله جميع بخير. اليوم نكمل بسلسلة Green Games، الجيمات الخضراء، ومعانا جيم أخضر يانع جميل. هذا الجيم التعب على بطولة يوغوسلافيا بين العنيف فلاديمير سوكولوف وبين الراحل روسينكوف. سوكولوف بطل حلقتنا، القنوات العالمية والقنوات المحلية والعربية عامة مقصرين بحق هذا الزلمة. هذا الزلمة فعلا لاعب شطرنج رهيب جدا، عنده جيمات خيالية ومتغلب على يعني العديد من العظماء اللي انتم بتعرفوهم، من بينهم تال، اعتقد بتروسيان. صراحة عشان انا ما اكذبش كثير مش حافظهم، ولكنه له جيمات خيالية كبيرة. كوتوف واحد منهم صحيح. كومولوف كمان جزء تعرفوهوش انتم، بس هذا كمان من العظماء. وسوكولوف كان متزوج من بطلة العالم البولندية هنريكا سوكولوف. طبعا هي اسمها هنريكا اشي ثاني نسيت انا، ولكن بعد ما تزوجته غيرت اسم عائلتها وصارت سوكولوف. وكان شرطها ان يغلبها سوكولوف 10 جيمات على التوالي، وكذلك فعل سوكولوف وتجوزها. فاكيد مش معجزة انك انت تروح تلعب مع واحدة جميلة جدا شطرنج تغلبها 10 مرات وتقولها أنا طالب إيدك للجواز. سوكولوف بطل حلقتنا بلش بنقلة الE4، رد عليه روسينكوف اللي أنا بعرفش عنه ولا إشي إلا معلومة واحدة إنه هو كان مدرب شطرنج. نقلة E5، نايت على F3، نايت على SC6، والجيم باتجاهي إلى الإسبانيش أوبنينج أو إيطاليان أوبنينج. بيشوب على SC4 إيطاليان أوبنينج. نايت على F6 طالبين البيدق اللي على E4. كيف تحمي البيدق؟ بالعادة D3 تحمي البيدق على سبيل المثال، أو مثلا نايت على نايت على SC3 كمان حمينا البيدق. كوين على E2 ولكن غير محبذة، بس برضو حمينا البيدق. وأنا صاحبنا راح لعب D4، وكانت أول مرة تسجل في تاريخ الشطرنج D4. بون تكس بون، بيت الأبيض، نايت تيكس على E4، وهيك الأسود صار ماخذ بيدقين. طيب شو نلعب هسا؟ يعني لو أنا بلعب مثلا بروح بقول له روك على E1، بربط النايت، وعاجلا أم آجلا بعمل فورك بين النايتين بالفيل وبسترجع النايت تاعي مثلا. يعني هذا اذا انا عملت بلندر في البداية. سوكولوف ما عملش بلندر، راح لعب نايت على C3، وهذه فعلا كانت اول مرة تلعب. طبعا هذا بسموه إيه له اسم، هو كأنه اسمه ناشمانسون جامبت، ايش زي هيك، ناشمانسون جامبت هاي بتذكرها أنا يعني. ولكن بعد هذا الجيم اختاروا له اسم ثاني وسموه سوكولوف أتاك. سوكولوف له كمان افتتاحية صحيح بالأسود اسمها سوكولوف ديفنس، تتفرع من السلاف ديفنس. ادرسوها، جميلة جدا جدا، إلها خبايا كثير، ولكن في الوقت الحالي يعني انكشفت خباياها فحداش بلعبها. على كل الأحوال نتابع جيمنا. بون تيكس نايت، يعني أكيد بيشوب تيكس هون على F7 تشيك. وانا اقول لك انا باخذ البيشوب بسلام، وهو يسترجع قطعة من القطعتين لانه هو جاي يعمل لي فورك بالوزير ويسترجع النايت، فعادي فيش مشكلة كتير. اخذ هون صاحبنا فعلا طلع بالكوين على D5، وكان المتوقع انه ياخذ النايت. تشيك، كينج على E8. يقول العظيم ياسر سروان في احد فيديوهاته اللي حلل فيها هذا الجيم، طبعا ياسر سروان له قناه على اليوتيوب زائد انه بحلل وبيعطيك جيم كامل مدته 1.5 ساعة بحللك اياه بالبيدق. اشترك في قناته اذا كانت انجليزياتك كويسه، حتستفيد منه بشكل رهيب جدا جدا. ياسر سروان بشرح لك افتتاحيات احسن من كتب، اصلا هو له كتب، يعني هو له كتب في افتتاحيات. فيقول ياسر سروان انه كينج على F6 كانت افضل بكثير، ولكن من يتجرأ ويدز الملك تاعه على خانة F6 ويحط ملكه قريب من نصف الرقعة؟ فصاحبنا هنا
راح رجع بالملك تاعه على F8، وهنا اجا سوكولوف بالروك على E1، بيشوب على E7 عشان نغطي اي ديسكفرد تشيك بده يصير، روك تيكس نايت، بون على D6، بيشوب على G5، نزيد الضغط على البيشوب، بون تيكس بون على B2، مهددين القلعة، بلس بون will be promoted to queen soon. سوكولوف قال له روك على E1، روك على F8. في نفس الحلقة يقول العظيم ياسر سروان، وياسر سروان هو فلسطيني من أصل سوري هاجر على أمريكا، أعتقد هو عمره 4 سنين، فيقول إنه بون بريموتد تو كوين كانت أفضل نقل للأسود لسبب بسيط جدا، إنه الروك تيكس كوين، بعدين أنت هنا بتحرر الملك تاعك وبتفرغ نفسك تفك الضغط عنك. ولكن كمان صاحبنا المدرب ريسنكوف قال لك لا، أنا هذا خلي لي بدي أجيبه وزير فيما بعد، فراح لعب روك على F8، بيشوب تيكس بيشوب على E7، آسف، نايت تيكس بيشوب، كوين على H5 تشيك، كينج على D7، نايت على D4، بون على C5 طاردين النايت، كوين على G4 تشيك، كينج على C7، بدأت المناورة، روك تيكس نايت على E7 تشيك، كوين تيكس روك، ما عندوش أي خيار آخر، أي خيار آخر سيؤدي للتشيك مات عنيف، روك تيكس كوين على E7 تشيك، كينج على D8. ويقول ياسر سروان في نفس الحلقة انه كينج على B8 كانت حتكون نقلة مدمرة للأسود لسبب بسيط جدا، كوين على D1 بون تيكس نايت، كوين على B1، وهيك تقريبا الأسود ضاعت أحلامه. نرجع لجيمنا، كينج على D8، كوين على G5، يجهز نفسه لديسكفرد تشيك، بون على H6، وين نروح بالوزير؟ شو رأيك؟ وين نحط الوزير؟ أفضل مربع للوزير. طبعا ممكن أنت تقول الديسكفرد تشيك، بس شوف اللي يعني شو بدها تفيدك، أعطيني مربع للوزير. إذا أنت جيت عشان تحفظ خط الرجعة، هنا في عندك بون على G5، وإذا بتروح بالكوين على E4، فبالنسبة إلي بحب أقول لك إنه أنت يعني خلصت هيك، لسبب بسيط جدا، إنه كوين بريموتد تشيك، وهيك شو بدك تعمل؟ خلص راح الجيم أستاذ، شو ظل عندك؟ ما ظل عندك ولا إشي. وأنا صاحبنا راح لعب روك على B7 تشيك، طبعا ديسكفرد تشيك، والأسود بكل حزن شديد ترك القلم على الورقة، نفض إيديه وقال له أني سلمت بابي. ففعلا جيم رهيب جدا يعني. ممكن تتساءل عزيزي المشاهد ليش سلم؟ لأنه خلاص بون تيكس كوين، نايت على C6 تشيك، بعدين شو صار؟ خلاص راح، ما ضلش جاي، هاي تشيك ميت، عرفت علي كيف؟ فجيم خالد جميل أخضر يانع لن يذبل أبدا، نحيي سوكولوف، وبعد ما تنتهي هاي السلسلة ممكن نبلش نجيب جيماتهم هذول المظلومين في عالم الشطرنج. يعطيكم العافية وسلامات.